ومنتابع برنامجنا معكم على تشين 97.9 بأنهار الحلو والرائع. الشمس عم تشعشع علينا وعم بتشعشع كمان علينا باستودياتنا حتى لو فيرتشوال مع خبير العقارات وضاح لقصين من رويال بيج تيم ريالتي ذا فيرتكس تيم. استاذ وضاح اهلا وسهلا فيك عبر صوت نجوم تشين راديو. اهلا وسهلا فيك جيري. ان شاء الله كل شيء تمام معك. انا كل شيء محلاك. هداك النهار عم بشوف صور من الفيرتكس تيم. واو فينا نقول صرتوا انتوا اول ستار تيم. ما بدنا نسمي الكل بس عندك جوزيف ماهر وعدد كبير من الفريق. ماي جاد ذاتس ا جود تيم. صحيح عندنا جوزيف ماهر قصي عندنا ايميلي عندنا سابرينا لبلان في عندنا ديفيد يعني لا الحمد لله That's an all-star team. اسم الله عليكم. الله يرضى عنكم. الله يخليك. Thank you, man. يعني you were trying حتى so we can serve the community يعني الطريقة المضبوطة يعني. Excellent. وضح عبقرة مقال اليوم بالنسبة لارتفاع والعقارات عندنا هون بأروح. حكينا بالموضوع أنا وياك آخر لقاء عملناه وقديش عم يصير في ارتفاع بس حتى هلأ في ارتفاع أكتر من الأسبوعين يلي حكينا فيهم بالنسبة للارتفاع. ومش معقول أنه أسعار العقارات والبيوت والديماند لقالهم عم يزيد كل أسبوع عن أسبوع. خبرنا عن هالشي. مزبوط صحيح. شوف هلأ إحنا وصلتنا لسه قبل يومين الستاتستيكس تبعت شهر أكتوبر. شهر أكتوبر إذا بدنا نقارن من أول السنة لا يعني من السنة الماضية أكتوبر لا السنة هذه نتكلم عن عدد البيوت اللي انباعت زادت بحدود 34%. يعني في طلب كبير جدا موجود علشان هيك العدد البيوت اللي عم تنباع زادت بنسبة 34% حوالي 2146 بيت انباعوا من السنة الماضية للسنة هذه. الأفريج برايس اللي منلاحظه انه من السنة الماضية للسنة هذه زاد بحدود 25%. واحنا بنتكلم عن كوندومينيومز او يعني الابارتمنتس او الكوندوز مع الفري هولد. الكوندومينيومز لحالها بنلاحظ انه زادت من السنه الماضيه للسنه هذه بحدود 16% كسعر. كعدد المبيع زاد بحدود 22% وهذا شيء كتير بشجع وبطمن انه الكوندومينيومز بعدها في عليها طلب وبعدها في عليها استقبال كبير. هلا بعرفك انت لانك بصار ولانك بصاره بس اجمالا يعني تاريخيا بس ترتفع هالاشياء قليل ما تصير في هبوط بالاسعار بالمستقبل الا اذا صار في يعني اي نوع من الكوارث الاقتصاديه والماديه وغير بالعالم. صحيح. شوفوا احنا عندنا باوتاوا من سنة يعني عندنا الإحصائيات من سنة 1956 لغاية السنة هذه ما في غير سنتين أو ثلاثة بالكتير اللي الماركت أو سعر البروبرتيز نزل فيها والنزول اللي نزله نتكلم ما بين 1% ل 2% نزول وهذا كان الكلام حوالي مرة بالستينات ومرة بأول التسعينات فالنزول هذا يعني شيء يعتبر جدا صغير وجدا يعني ما بنقدر نعطي له كتير أهمية لأنه بشكل عام إذا بنطلع على بقية السنين الزيادات في زيادات كتير قوية وهو سايكل هو يعني كل 10 سنين بنلاحظ إنه في حقبة زمنية بيكون الأفريج للبروبرتيز بتكون أفريج أو ما عم بتزيد كتير أو بتكون يعني يدوب نازلة شوية وصارت مرتين من 1956 لغاية اليوم بس سنتين
وفي سنين بتزيد فيها. السنين اللي عندنا بأوتاوا اللي كانت هذه الماركت فيها اللي هي منلاحظ انه كانت 2013 2014 2015 2016، كانت بحدود 1.5% لغايه 1.8% زاد بأوتاوا الماركت، وبرضه زياده يعني مش نزول، يعني حتى اذا كان الماركت مهدي برضه التوتال بيكون في زياده بس زياده خفيفه. هلا في ناس احيانا بتقول لي طيب اوكي مدام هلا زايد اكثر شيء زايد 25% ليش اشتري هلا، خلينا استنى كمان سنتين ثلاثه لغايه ما تنزل الزياده. ما هو لازم المستمعين ينتبهوا انه هذه الزياده مركبه، مش انه معناته السنه زاد الماركت 25% وبعد خمس سنين إذا الماركت زاد 1% معناته الماركت حينزل، لا هذه زيادة مركبة. إذا 25% والسنة الجاية مثلا 20% والسنة بعدها مثلا خلينا نقول 1% برضو الأسعار بتكون أعلى من السنة هذه إذا الواحد بيفكر فيها كمنطق. الأفرج كوندومينيوم يعني هلأ الأفرج حاليا بحدود 368 ألف. هون عم نحكي عن كوندو الكوندومينيوم 68 ألف، تخيل يعني هذا زايد بشكل ملحوظ. يعني الريزيدنشال الأفريج اللي هو الفري هولد اللي ما عليه كوندو فيز بحدود يعني بالضبط 579. وهذا الأفريج احنا نتكلم الأفريج عادة بكون اللي الكاتيجوري او نوع البيوت اللي بيكون هو يعتبر الافرج اللي هي التاون هاوسز. التاون هاوسز هذول هم اللي بيكونوا بال 579، وحتى البرانيو البيوت الجديده والديفلوبمنت الجديده كله تقريبا عشان نكون دقيقين تقريبا كليته بالهاي 500، يعني بنتكلم 580 590 570 يعني مينيمم اللي بنلاقيه، بكون ميدل يونت حتى وبيطلع فوق ال 700 فوق ال 600 كل فاذا كان حوالي 2400 سكوير فيت مع الفينش بيسمنت بنلاقيه انه والله ب 620 وب 630. واو عم تعطينا رام كتير كتير مهمة. هلأ سؤال يا هل ترى بعد في بالسوق هلأ حاليا الفيكسر أوبرز مثل ما بيقولوا هودي البيوت اللي الواحد بيشتريون بدهم شغل لحتى يزبطون بس بأسعار منيحة، أو الفيكسر أوبر حتى كمان صارت أسعاره كتير غالي؟ حلو حلو حلو. شوف هو هلأ في بعدهم فيكسر أوبرز بس التشالنج أو المشكلة اللي منوجهها هلأ حاليا إنه لما بنعرض فيكسر أوبر خلينا نقول مثلا تاون هاوس أو مثلا بيت بنجلو قديم مبني بالستينات وصاحبه مش عامل فيه ولا إشي أو أولاده ورثينه مثلا وبدهم يبيعوا البيت وبدهم يخلصوا منه زي ما هو، هدول يعتبروا فيكسر أوبر. فإذا لما بنعرضه بالماركت بسعر طبعا مغري جدا، بس عشان ما في برودكت عشان ما في بيوت أو بضاعة موجودة على الماركت وفي طلب كبير منلاقي إنه هدول الفيكسر أوبرز عم بيجيهم أوفرز أعلى من اللي بيستاهلوا. يعني إذا بتيجي بتحسب الحسبة بتلاقي مثلا بانجلو معروض 400 ألف، وهذا شيء مغري جدا لأنه ما عادش فيه بانجلوز هلا ب 400 ألف، فبده بكون البانجلو مثلا 50 ألف 60 ألف، فمنلاقي إنه إجا واحد حط عليه آفر ب 500 ألف. طب يا عمي طب كيف بدك تعمل فيه مصاري؟ هذا تيجي بتحكي معه للباير بتشوف ايش وجهة نظره، بقول لك لا انا بشتري هلا الارض بالمنطقة زي مثلا التافيستا بالمنطقة تسوى صارت 500 ألف لحالها، انا ما بهمني البنجلو نفسه انا بهمني الارض. فالناس صارت تتطلع على الموضوع بشكل مختلف انه يشتري بيت ويعمل له رينوفيشن ويرجع يبيعه، هذا مو سهل وصعب نلاقيه، بس بعدنا منلاقي هيك شغلات منلاقي أكيد زي ما منقول إحنا العرب منقول لقطة منلاقي شغلات زي هيك، بس كتير قليل وكتير فيه بكون منافسة قوية. وبعدين ما ننسى إنه أسعار الماتيريال جيري كتير غالية الفترة هاي.
كتير كتير غليت. يعني الدراي وول الجبروكس يعني كان بالزمانات ينباع يعني قبل 3-4 سنين كان تقدر تاخده على السبيشال ب $8 اللوح الدراي وول لحاله، هلا صار ب 12 و13 و14 دولار. ففرق كبير جدا صار بالماتيريال حتى كوست. فأكيد الفليب بروبرتيز بطل كتير ورثت زي زمان، إلا إذا طبعا في نظرة مختلفة للباير ليش بده يشتري البروبرتي هاي. أكسنت، أسألك سؤال بعد قبل ما نغير الموضوع كمان يمكن على الإطار هذا بدل الفيكسر أوبرز، يا هل ترى بهالوقت والعصر اللي عايشين فيه اللي الانترست ريت كتير كتير واطي وبيعتبروا انه المدافع اقل بس يكون الانترست ريت واطي، يا هل ترى بعد في شيء لقطات مثل ما انت حضرتك قلت لقطات ريبوزست هوم بيوت اللي الناس مش عم تقدر تدفع مدافع عم تنكسر، ويا هل ترى هودي البيوت بينوجدوا على الماركت او صعب الواحد يوصل لهم؟ شوف هذه البيوت السنة هذه يعني تقريبا اختفت، بطلت تنعرض. ليش؟ لأنه البروغرامز اللي نزلتها الحكومة أول إشي كيف تساعد الناس وتعطي هذا $2,000 وتعطي هذاك $2,000، واللي عنده مثلا شركة ممكن يتدين 40,000 من البنك، وكمان سمحت للناس أنه تعمل اللي هو الديفيرال لمدة 6 أشهر. فهذا سمح للناس انهم حتى اللي متغلب ماديا وبده البنك كان بفكر انه ياخد البيت، صار هلا عنده فرصة انه يرجع يضبط اموره. فطبعا هذا البروجرام هلا تقريبا يعني قرب ينتهي. فايش حيصير هلا بالفترة الزمنية اللي جاية؟ في ناس كتير عم بتقول، ناس طبعا من الببليك، ما بتكلم انا خبرة، من الببليك ناس بيقولوا انه ما دام هلا البروجرام خلص والحكومه هتبطل تدفع ال $2,000 والحكومه هتبطل تساعد اللاندلوردز اللي عندهم بلازاز او عندهم مولز، هتبطل تساعدهم بالانسنتيفز اللي كانوا يعطوها للتننتس، ممكن كتير الماركت ينضرب. واحنا عم نلاحظ انه في بعض المولات اللي موجودة من غير تسمية، بعض المولات اللي موجودة بلش يصير فيها شاغر بالمحلات. في مولات كنا مستحيل نلاقي فيها شاغر، كان فيها waiting list، صرنا نلاحظ انه بلش يصير فيها شاغر. بس بدنا نتذكر دايما انه المولات من زمان كانت struggling، لها فترة عمال بتعاني، لانه الناس المولات الناس يعني بشكل عام إلها تكلفة ضخمة لأنه الواحد يتأجر فيها بحكم أنه they share common area كبيرة وإلها تكاليف ضخمة جدا على أصحاب المولات. عشان هيك في مولات ضخمة موجودة زي سان لوران، ريدو، بيشور، عملوا رينوفيشن هائلة بالملايين حتى يقدروا يستقطبوا العالم مرة تانية للمولات هذه. بس طبعا الكوفيد إجا وصابهم بضربة قوية. بس هدول أصحاب المولات يعني شركات ضخمة جدا بيقدروا يتحملوا. هلأ المولات الصغيرة اللي ما بيقدروا يتحملوا زي مثلا لينكون فيلد هايتس، ويست جيت مول، المولات هاي الصغيرة هذه طبعا صار في تحول بالاتجاه لأصحاب المولات هذه، فكل يتم قدموا انهم يهدوا المولات هذه ويبنوا residential buildings. وهلأ حاليا بتلاقي بلينكون فيلد عم بيحاولوا يبنوا residential buildings ولأنه في عليها طلب كتير بحكم انه الأجار كتير قليل الفترة هذه وما فيش فيه availability. عم نتحدث مع وضاح الغصين من رويال بيج تيم ريلتي ذا فيرتكس تيم. رح ناخد فاصل صغير استاذ وضاح هلا ونرجع بموضوع تاني بالنسبة للمناطق عنا هون بأروى وقديش شهرتها، وخاصة بحب ألقي الضوء على الداونتاون لأنه في بلشنا نسمع هيك كلمات وإشي عن الداونتاون بحكيك عنها من بعد ما ناخد هالفاصل. ورجعنا نتابع برنامجنا معكم على تشين 97.9 مع خبير العقارات وضاح الغصين من رويال بيج تيم ريلتي ذا فيرتكس تيم. استاذ وضاح كنت عم اقول لك قبل الفاصل ما نحكي عن المناطق بأطوة، حكينا عن عدة المناطق و
كل وحدة شو حسناتها وشو الأشياء السيئة فيها، بس يمكن إجمالا ما لقينا شيء سيء بأي منطقة، لأن كلها فيها حسنات. بس واو، تفاجأت أنا هذا الأسبوع بس بلدية أروى وحصلوا ووافقوا على مد الخط إلى الـ LRT إلى منطقة بار هيفن، لأنه يعني عم نسمع أنه في خسارة كتير بالتنقلات عندنا بين OC Transpo وبلدية أطوى، لأن العالم مش عم تاخد. فقلت أنا يمكن بسبب الكوفيد 19 وشغل العالم من البيوت وغير، يمكن يرجعوا ينظروا لهالشي ويأخروا المشاريع تبعنا، بس بالعكس المشروع ماشي. فهون يمكن بتقلنا انه الحياة رح تضلها ماشي والحياة رح ترجع مثل ما كنا. شو رأيك انت بهالموضوع؟ هل ترى هالمناطق اللي حكينا فيها رح تضلها مستمرة؟ يا شوف، هو هلأ الأوتاوا مينتينز أكتر من 10 بليون دولار of existing road infrastructures. يعني هذا التكلفة اللي موجودة لأوتاوا، وإنهم يعملوا أبروفل 3 مليون دولار زي ما أنت تفضل الإكستنشن أو الفيز اللي بده يوصل لبرهيفن مثلا. هذا طبعا موجود كان بالبلانز من زمان، وعملين له ورا حتى سترانهيرد، في بنلاقي منطقة كليتها مخططة وجاهزة على أساس يمر فيها بمنطقة شابن ميلز، إنه يمر فيها الترين، كانت مجهزة من زمان وهاي البلانز موجودة. فهلأ في عندهم البادجت والميزانية من الفيدرال جوفرمنت وبارت اوف دي طبعا المنسيبال فاندنج، موجودة البادجت، فبهمهم انهم يكملوا هذا الانفراستراكشر، خاصة انه الترافيك اللي موجود هلأ حاليا بالرودز شوية أخف من السنين الماضية، بحكم أنه معظم كتير من الناس، مش معظم كتير من الناس بعدها بتشتغل بالبيوت، وففي عندهم opportunity أنهم يقدروا يمشوا هاي البروجيكتس من غير ما يعرقلوا كتير الترافيك اللي موجود. السيتي في أوتاوا ماشيين بخطة سريعة وبيحاولوا يخلصوا عدة projects موجودة، نتكلم millions and millions of dollars ما بين bridges و building parks و cycling paths وحتى planning and redevelopment for areas و rezoning areas حتى يقدروا يعملوا بوست للماركت بشكل عام. هذا غير طبعا البروجيكتس اللي اوريدي كانت اللي اشتغلوا عليها، زي مثلا الاوتوا سنترال لايبرري، زي مثلا إلجن ستريت رينيوال، هلا ستيج 2 لايت تريل طبعا شغالين فيه، الليبرتون فلات بعده البلان موجود وبعده لسه عم بتكلموا فيه، فان شاء الله يمشي حاله ويتقدموا بخطوه سريعه. وغير طبعا البروجكت تبع كومبايند سور ستورج تانل اللي موجود اللي بيشتغلوا عليه كمان، فبنتكلم بروجكت وورث millions if not billions of dollars. فما في خوف بتصور للإمبلويمنت اللي موجود بأوتاوا. الإمبلويمنت أكيد صار في أنإمبلويمنت زيادة بحكم إنه الناس قعدت فترة حوالي 3-4 أشهر بالبيوت، وفي ناس أكيد ما رجعت على أشغالها، وخاصة بفيز 2 في كتير من المطاعم بالذات اضطروا إنه يعني lay off temporarily الويترس تبعونهم والشيفس وخلافه، وأكيد هذا أثر عليهم. بس بتصور على المدى البعيد اللي بيقدر يضل ماسك البزنس تبعه وصابر بتمشي الأمور. وهلأ they announce أصلا a new incentive $60,000 ممكن البزنسز هدول ياخدوا كالونز بدل الـ40,000 اللي كانت معروضة، فاللي أخذ 40,000 ممكن هلأ يقدم كمان 60,000، واللي حتى self-employed
صار هلأ بيقدر يقدم كمان على 40,000 حتى لو ما عنده زي مثلا real estate agents، حتى من احنا بنقدر نقدم. طبعا اذا في عنا الماث انه احنا يعني قاعدين بالبيت ما عم نشتغل عشان الكورنتين، ساعتها بنقدر نقدم حتى على 40,000. فهذا كله بيساعد من الجوفرمنت، فان شاء الله نطلع من هالأزمة. شغلي انت حضرتك عم تحكي عنها، حبيت هلأ اوقف واسألك سؤال. حكيت عن الحكومي والجوفرمنتس وغير، بصيرة الجوفرمنتس من اكبر تننتس واشخاص اللي موجودين مستأجرين او عند بيملكوا اراضي بداونتاون اروى هني الجوفرمنت، بالاضافة طبعا لبرايفت اندستري برايفت بزنسز. هلأ عم نسمع كتير اشارات وحديث بالنسبة عن الداونتاون، كتار بيقولوا وبيتنبوا فينا نقول وبيقولوا بيعتقدوا قالوا ممكن العالم اتعودت تشتغل ريموتلي ومن هون ومن هون، فرح نشوف فراغ كتير بالداونتاون بالبنايات وغير يلي العالم مش رح ترجع لهم. فالحل الوحيد والأكثر، لأنه في كتير ديماند للريزيدنشل، في كمان حديث عم يتحدثوا أنه يقلبوا هالبنايات وعدد منهم بالداونتاون إلى بنايات سكن. شو هالموضوع بيعمل وبيأثر على الداونتاون؟ يا هل ترى هذا الشيء منيح بس يصير في سكن؟ أنا شخصيا بقول وما في سكن وفي بزنس هذا أحسن شيء للبزنس. أنا بفتكر هيدي الطريقة الوحيدة اللي بيرجع بيعيشوا فيها الداونتاون وبالنسبة للبزنس ولا السكن. أنت شو رأيك كخبير بيوصي؟ شوفوا يعني الكلام اللي عم بنحكى ممكن الناس تخاف تقولك إن الداون تاون يعني صار جوست تاون. في كتير عم بسمعها من الناس بتقولك أوه الداون تاون إذا جوست تاون. لا مش مزبوط هالكلام، هذا مش دقيق. هلا أكيد يعني ما منلاحظ الزحمة اللي كانت تبقى موجودة بالداون تاون، خاصة بالرش أورز اللي هي وفترة ما الموظفين بروحوا بداوموا، أو فترة نون تايم، أو فترة ما بروحوا من بيوتهم على الساعة 3، ما منلاحظ هذه الزحمة بحكم إن الناس كتير زي ما أنت تفضلت عم تشتغل من البيوت. بس في كتير من الجوفرمنت ديبارتمنتس طالبت الموظفين تبعونهم إن يرجعوا على الشغل، هلأ يرجعوا على الشغل بالديبارتمنتس تبعتهم. هلأ بالنسبة لإنه البنايات تتحول، في لاحظنا إنه في كذا بناية لكذا الشركة ما رح نقدر نسمي أسميهم يعني قدموا لأنهم يحولوا الزونينج وقدموا أنهم ياخدوا بيرميتس أنهم واحدة من البنايات مقدمين أنهم تتحول هوتيل مثلا من أوفيس بيلدينجز، واحدة من البنايات قدموا أنه يحولوها لكوندومينيوم، مش بس أنه للأجار، يحولوها لكوندومينيوم وعلى اساس لما ياخذوا هذا يعملوا فور رينوفيشن للاوفيس بيلدينج ويحولوها كوندوفيز. واحده من البنايات قدموا انه يحولوها لريتايرمنت هوم بالداون تاون، وتعرف بالداون تاون ما في ريتايرمنت هومز، فيعني في كتير ناس بتحب ممكن ان سينيور بيبل انهم يسكنوا بالداون تاون. ففي حلول طبعا لهذه الاوفيس بيلدينجز اللي ممكن تصير شاغرة أو تصير فاضية. وأكيد بالإضافة إلى أنه الرنتل، فيعني حياخد وقت، حيمر الداونتاون بجوز بفترة شوية صعبة، بس بشكل عام في لسه ناس كتير عم تشتغل بالداونتاون، منلاقي لسه في زحمة موجودة بالداونتاون، الترافيك بعده موجود بالداونتاون. يعني مش بالشكل اللي الناس بتتخيله انه والله الداونتاون is a ghost town. لا آخر إذا الناس بتروح وبتطلع على الداونتاون بتلاقي لا إنه الزحمة موجودة، حتى التورست رح يرجعوا أكيد، جاري بتلاقي مليان تورست أكيد. لايك هلا هو بالصراحة يعني إذا بنطلع على التاريخيا ما في أي مدينة يلي قتل فيها الداونتاون، إنه بيخف على فترة بس بعد أسعار العقارات والريستيك ككل بالقلب المديني بعده من أغلى شيء بنلاقيه وين مكان، لأنه إجمالا الداون تاونز بينزل بس ما بيموت. بالضبط السكوير فوتج هلأ اللي بنعرض للبراند نيو كوندومينيومز نتكلم بحدود الـ 700 ل 1000 دولار بالسكوير فوت.
إذا بنتكلم البنايات الأقدم، يعني بنتكلم عن 10 سنين أو 15 سنة أقدم، بنتكلم بحدود ما بين 600 ل 800 دولار بالسكوير فوت. وإحنا بنتذكر إنه كان قبل سنتين، أنا بنتكلم داون تاون عشان بس في ناس احيانا في ناس بعض الناس من زبايني بيتصلوا فيه بيقولوا لي لا انا اشتريت شقه بالمكان الفلاني، او انا ما بتكلم بشكل عام، انا بتكلم بشكل خاص بحقبه زمنيه معينه البرانيو وبين 10 ل 15 سنه. في بنايات اكيد موجوده على لورير قديمه مبنيه بالاول الثمانينات، في بنايات مبنيه على كنت مبنيه بالثمانينات وبالسبعينات. هدول يعني الموضوع مختلف، والكهرباء والتدفئة تبعتهم بالكهرباء فإلهم حسبة تانية مختلفة، بس أنا بتكلم على البنايات اللي تدفئتها بالغاز. وهدول إذا تتذكر إحنا قبل 4-5 سنين هدول كانوا يدوب ما بين ال 500 دولار ل 400 دولار بالسكوير فوت. فهلا بنلاحظ انه في زياده موجوده. هلا في ناس ممكن تقول انه طيب اوكي هذه الزياده بالسكوير فوتج، طيب يعني شو الاكسبلانيشن تبعها؟ يعني هلا الاكسبلانيشن تبعها انه في كتير من الانفسترز عم بيجوا من فانكوفر، وعم بيجوا خاصه الايجن انفسترز والايجن ماركت، عم بيجوا من فانكوفر وعم بيجوا من تورونتو. وبتورونتو الأفرج برايسز بداون تاون تورونتو نتكلم فوق الألف دولار بالسكوير فوت، ممكن توصل حتى لألف وسبعمائة دولار بالسكوير فوت في بعض البنايات. فلما يبيعوا هناك وييجوا هنا تعتبر انفستمنت كتير مناسب بالنسبة لهم، بحكم انه هم عاملين حسابهم انه هذا for long term حتكون very good investment. وضح لك صاين، واو مش معقول كيف الوقت بيركض. بسكون انا وياك بعد معك بس بعد دقيقة لتخبرنا شو في جديد مع Royal LePage Team Realty The Vertex Team. اوكي هلا في عنا كذا أجارات. هلأ الفترة هذه مركزين شوية على البيوت الأجارات، لأنه في ناس تسألني أحيانا أنه طب ما فيش عندكم أنتوا أجارات، فعشان هيك بحابب أذكر شوية على الأجارات. في عنا تاون هاوس على لونغ فيلد معرضينه للأجار، بكون جاهز بواحد جانوري، طالبين فيه 2100 على لونغ فيلد تاون هاوس، مش قديم كتير أبو 3-4 سنين. وفي عنا كمان أبارتمنت على كنت تو بدروم كتير حلوة، طالبين فيها 2200 per month، very good apartment مع underground parking. في عنا طبعا تاون هاوس كوندومينيوم تاون هاوس موجود على هاريوت، ما عارضينه للبيع ب 350,000. التاون هاوس 3 bedroom and 2.5 bathroom ومع جراج، كتير حلو مناسب 350,000 تاون هاوس، بتصور يعني سعر جدا ممتاز. وفي عنا ابارتمنت بالريدو على 234 ريدو، ابارتمنت بجنن، 2 بيدروم بلس دين، مساحتها 1500 قريب ال 1500 سكوير فيت، فللاكزيكتيفز وللامباسادرز طالبين فيها بحدود ال 3000 دولار بالشهر. فيها اندر جراوند باركينج وستورج والامينيتيز كلها موجوده. اكسلنت، وضح لك صاين من رويال بيج تيم ريلتي ذا فيرتكس تيم، رقم تليفونك يلي بيتصلوا فيك العالم دغري دايركت هو المعروف. تليفوني 613-878-3041. نعيدو 613-878-3041. وضح لك صاين من رويال بيج تيم ريلتي ذا فيرتكس تيم، شكرا كثير لك، ستي هيلثي والى اللقاء المره الثانيه يا رب. شكرا جيري، شكرا على المكالمه، وان شاء الله بنشوفكم على خير.